والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لازلنا في شرحنا لكتاب للشيخ مين؟ محمد بن عبد الوهاب. وموضوع هذا الكتاب قلنا على الشرك. على إيه؟ على الشرك. توحيد الألوهية. عن التوحيد الألوهية. عن توحيد الإيه؟ الألوهية. حد يعرف يعني إيه توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله بالإيه؟ افراد الله بالايه؟ بالعباده. افراد الله بالايه؟ بالعباده. والعباده هي ايه؟ مثل مين؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طيب لماذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب السحر في كتاب التوحيد؟ لانه يناقض الايه؟ التوحيد. فما من ساحر الا وايه؟ الا ويشرك بمين؟ بالله. ذكرنا قبل ذلك السحر وحكم السحر وحد الساحر وذكرنا قبل ذلك أن السحر شرك بالله. بالله. واليوم نتكلم عن باب بيان شيء من أنواع السحر، كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. ذكر عن حيان عن حيان بن العلاء، عن قطن بن قبيصة، عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. من الإيه؟ من الجبت. قلنا أن الجبت، ما هو الجبت؟ وكل شيء ما لا خير فيه. كل ما لا خير إيه؟ فيه. كل ما لا خير إيه؟ فيه. ومن أمثلة الجبت ماذا؟ الشيطان، السحر، الصنم. يبقى الصنم والسحر والشيطان وكل ما لا خير فيه والوثن، كل هذه ايه؟ كل هذه تسمى الجبت. كل هذه تسمى الايه؟ الجبت. قلنا ان عمر رضي الله عنه وارضاه قال في قول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت اللي هو الايه؟ الجبت هو كل ما لا خير فيه. الجبت اللي هو السحر، والطاغوت الشيطان اللي هو الايه؟ الشيطان. يبقى الجبت كل ما لا خير فيه. كل ما لا خير ايه؟ فيه. ان العيافه والطرق والطيره من الجبت، اي من السحر. العيافه قلنا ان هي زجر الطير. ما المقصود بزجر الطير؟ هي انك تاخد طير وتشوف لو ماشي يمين وتكمل في الطريق، لو ماشي أحسنت. كانوا في الجاهلية يا أولاد يأتون بالطير فيرميه في الهواء ويتركه في الهواء، إذا تيامن، إذا راح يمين يبقى إيه؟ يتفاءل ويمضي في الزواج، في السفر، في البيع، في الشراء. وإذا تياسر، يعني راح يسار، ذهب سار، يتشاء. ومنه التطير بالبومة، التطير بالغراب، التطير برجل أعمى، التطير بالمرئيات والسمعيات. سمع خبر معين يقول لك يبقى يحصل كس، فلان اتصل به يقول لك هيحصل مصيبة. يحصل ايه؟ مصيبة. شاف فلان في الطريق يقول لك يا انا شفت الست العمية دي، اول ما بنشوفها بيحصل لي كس. دي من الطيرة والتطير، التطير، وهذا حرام. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: إنما الطيرة ما أمضاق أو ردك. الطيرة ما أمضاق أو ردك. يعني الطيرة أنت تسمى طيرة لو أنت بتعتقد إن لو راحت كذا يبقى تمضي، ولو راحت كذا يبقى ترجع. هي دي الطيرة الكذب. لكن واحد شاف بومة بس هو لا يعتقد شيء، شاف رأي واحد أعمى بس لا يعتقد شيء، ممشي في طريق يقول لك لا أنا ماشي في طريق، شفت بومة، شفت غوريلا، شفت غراب، شفت واحدة أعمى، سمحت خبر كذا، أنا ماليش دعوة بالكلام ده. أو يتطير يتشائم بالأيام والأزمنة والأمكنة، بالأيام أو الأزمنة أو الأمكنة. زي مثلا يقول لك أنا لو تزوج في يوم الأربعاء هيحصل له كذا، أو تزوج يوم في شهر صفر يحصل له كذا، أو رأى فلان يحصل له كذا. نقول له هذا كله إيه؟ هذا كله من التطير ومن الحرام.
والطير شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والطرق، إيه هو الطرق؟ قال إن من ال... إن العيافة والطرق والطرق والطير من الجب. الطرق اللي هو إيه؟ اللي هو يخط خطوط على الرمل كده، اللي هم بيسموه الرمال. الرمال، الرمال إيه هو الرمال؟ يقعد يخطط على الأرض كده، وبعدين يقعد يمسح إيه؟ خط خط، وبعد حد ما يبقى خط واحد، فيقول لك ايه؟ الخط دي معناها ان انت هيحصل لك ايه؟ كذا وكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فقد اقتبس شعبة من الايه؟ السحر. قلنا ان تعلم علم النجوم على الاطلاق حرام؟ لا، حلال. كله حرام ولا في جزء حلال وجزء حرام؟ في جزء حلال وجزء حرام. فقسم علم النجوم على قسمين يا ولاد. قسم حلال، قسم لا بأس به وهو جائز، وقسم لا ايه؟ قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم ايه؟ يهتدون. فالله عز وجل اخبر ان بالنجوم دي قد تهتدي في طريقها. كان في الزمان عشان يعرفوا الطريق، او عشان يعرفوا هم يمين ولا شمال ويتجهوا فين، كانوا بينظروا في النجوم. ينظروا في ليه؟ يعني هو راكب سفينه عاوز يروح يعدي المكان الثاني، هو ما هوش عارف هو رايح يمين ولا مشرق ولا مغرب، كان بينظر الى الايه؟ النجوم. فبالنجوم تستطيع ان تعرف القبله. كانوا يستطيعون ان كانوا يعرفون القبله عن طريق ايه؟ ان هم ينظروا في النجوم. ينظروا في الايه؟ في النجوم. دي بيسموه علم التسيير. ايه؟ التسيير. علم التسيير ده يا اولاد يعني علم سير النجوم، يستدل به على الفصول وعلى طول النهار وقصر النهار. وقصر الايه؟ النهار. ففي الظلمات وهو ماشي كده بالليل يعرف ان السفينه احنا ماشيين شمال ولا شرق ولا غرب، عن طريق ان هو ينظر في النجوم. ده حرام ولا حلال؟ حلال. لكن علم تاني، علم النجوم اللي هو حرام، علم التأثير. علم الايه؟ التأثير. اللي هو ينظر في النجوم كده فيقول لك: النجم دي بدل ظهر يبقى هيحصل كارثه، النجم دي بدل ظهر يبقى هيحصل كذا وكذا. فهذا يستدل ويقول، وهذا من كفر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: مطرنا بنوء الله، بنوء كذا وكذا. اللي يقول مطرنا يعني سبب المطر ده، او ان المطر ده اساسه اللي هو النجم الفلاني، او الرياح ده اساس النجم الفلاني، نقول ان هذا ايه؟ حرام. لاننا نعلم ان كل شيء يحدث في الكون انما هو يحدث بقدر مين؟ الله. يبقى المنجم، من هو المنجم يا اولاد؟ الله. من هو المنجم؟ الله. المنجم من هو؟ الذي يستدل بالنجوم على امور غائبه بالنجوم، على امور غائبه بالايه؟ بالنجوم. يقول لك طالما ظهر النجم ده يبقى هيحصل كذا وكذا وكذا. نقول له هذا حرام، هذا لا يجوز. فالنجم لا علاقة له بأي شيء، لا يؤثر في الكون بشيء، إنما هو الذي يؤثر في الكون الله عز وجل. الله عز وجل وحده هو المتصرف في الكون، هو الذي بيده كله الأمر كله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الكهان ونحوهم. فروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى من اللي حفظ الحديث؟ من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من اللي حفظه؟ من أتى عن شيء فصدقه. فصدقه. خلي بالكوا لو انا رحت للعراف من اجل ان اني نختبره زي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد الكاهن، فهذا ليس حرام. يعني انا عاوز نثبت للناس ان ده كذاب، عاوز نثبت للناس ان ده ايه؟ كذاب. فممكن نخبي له حاجه ونقول له: ايه رايك في كذا؟ انا عاوز نختبر ان هو كذاب، بس ما قلتش حاجه لحد، فهو نطلعه كذاب قدام الناس. كما ذكرت لكم القصه التي ايه ذكرتها لكم، دي مش حرام. يبقى لابد ان هو سأله فصدقه، سأله فايه؟
لم تقبل له صلاة ايه؟ 40 يوم. هل معنى كده ان هو ما يصليش؟ لا، يصلي يصلي لكنه لا تقبل منه هذه الايه؟ الصلاة. ومن اتى كاهنا، عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. يعني ايه يا اولاد؟ ايه الفرق بين العراف والكاهن؟ العراف هو الفرق بين العراف والكاهن. العراف اللي هو بيستدعي انه بيقلد، يعني بيدعي انه يعلم امور غيبية ماضية. يبقى العراف ايه هو؟ يعلم يدعي. يبقى العراف هو الذي يدعي انه يعلم امورا غيبية ماضية. امور الغيبية ايه؟ ماضية. فيقعد يقول لك انا هنقول لك الايه؟ الناقة بتاعتك انسرقت امتى؟ او يقعد يقول لك النقود بتاعتك سرقت امتى؟ سرقت ايه؟ متى؟ وسرقت فين؟ ومن اللي سرقها؟ يبقى العراف يدعي معرفة امور غيبية ماضية. اما الكاهن فيدعي معرفة امور غيبية مستقبليه. مستقبليه. خلاص عرفنا الفرق بينهم. عرفنا الفرق بين ايه هو المنجم. هو الذي يستدل على امور غيبيه بالنجوم. اما العراف يدعي معرفه مع امور غيبيه ماضيه. اما الكاهن يدعي معرفه امور مستقبليه غيبيه. ماشي يا اولاد؟ اما الرمال لو يستدل بالخطوط يبقى يستدل على معرفة المغيبات بالخط أو الرمل. بالخط أو الايه؟ يقول لك دي طريق السعادة بتاعك ودي طريق الشقاء ودي طريق مش عارف كذا، ويقعد يعمل لك خطوط كده، وبعدين يمسح الخطوط، وبعدين يقول لك الخط اللي فاضل خط السعادة أو خط الكذا أو أنت هتتزوج فلان أو كذا. وكذلك منهم قراءة الفنجان يا أولاد وقراءة الأبراج. الابراج تلاقي في الجرايد كده او المجلات، وهذا حرام. ايضا اللي يقرا الابراج داخل في الحديث، فاللي يقرا الابراج ويصدقها لم تقبل له صلاه 40 ايه؟ يوم. وهو كافر بما انزل على مين؟ محمد. لانك تعتقد يا اولاد انه يعلم الغيب، وبالذات لو انت تعتقد انه يعلم الغيب. لان انت لو اعتقدت انه يعلم الغيب فقد كذبت من؟ كذبت الله عز وجل. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا ايه؟ الله. الا ايه؟ الله. يبقى احنا عرفنا يا اولاد ان كل هذه الامور محرمه من الذهاب للعرافين والكهنه والمنجمين. انما الواجب علينا ان نتعلق بالله عز وجل. الواجب علينا ان نعلم ان ما يحدث في الكون انما هو بقدر الله عز وجل. لا أثر ولا لا أثر للكواكب ولا للنجوم ولا لهؤلاء على ما يحدث الكون، إن ولا تأثير له. إنما كل شيء يحدث الكون كتبه الله قبل أن يخلق الخلق بكام؟ ب50,000 سنة. الله عز وجل يعلم متى تتزوج، ويعلم متى تنام، ومتى تموت، ومتى تحج، ومتى تعتمر، ومتى ومتى ومتى. يعلم كل ذلك قبل أن يخلق الخلق بكام؟ 50,000 سنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.